نواصل التراجع بعيدا عن المدخل الرئيسي لمخيم طول كرم، حيث تجبرنا آليات الاحتلال العسكرية على الذهاب بعيدا عن مركز العملية العسكرية التي تواصل تنفيذها منذ منتصف الليلة الماضية. على ما يبدو ضابط الاحتلال يبلغنا بأمر عسكري بمنعنا من التواجد في هذه المنطقة، هذه مطالبة لنا بالابتعاد. بعد 15 ساعة من العدوان المتواصل، انسحبت قوات الاحتلال من مخيمي طول كرم ومن كل الشوارع المحيطة بالمخيم ومن مدينة طول كرم بشكل كامل. انسحبت مخلفة 7 شهداء و13 إصابة، من بينها 4 إصابات بجروح بالغة الخطورة. أما عن الدمار فخرب الاحتلال البنية التحتية ودمر الشوارع وواجهات المحال التجارية ومداخل المنازل على طول الشارع الرئيسي في المخيم، فيما فجر عددا من المنازل والجدران في بعض الأزقة. خرج الاحتلال من المخيم فخرجت كتيبة الرد السريع تطلق الرصاص بالهواء وتقول بأنها انتصرت واستطاعت التصدي للعدوان عبر اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في عدد من آلياته. انسحب الاحتلال من المخيم مخلفا دمارا جديدا يضاف إلى الدمار الكبير الذي حل خلال الاجتياحات السابقة هنا في هذا المخيم وفي مخيم نور شمس وفي كل المخيمات التي يقتحمها الاحتلال في مناطق شمال الضفة الغربية.